وانا هقول لك اللي يريحك يا كارما. انا لما قلت لك زمان ان انا بشتغل مخلص ما كدبتش عليكي. انا فعلا مخلص، بخلص اي عمليات قذرة لاي حد يدفع اكتر. يعني يعني دي بقيت حكايتي اللي حكيتها لك زمان يا كارما. فتح المسالم اللي كان بيصرف على امه واخوه بالحلال، اللي كانت الدنيا ملطماه يمين وشمال، اللي لا امه وقعت بين ايديه وما كانش يلاقي حق علاجها، قرر ياخد حقه بدراعه ويعرض نفسه للخطر ويخلص مصالح لناس كبيره ما بترحمش، واللي يدفع اكتر فتحي يروح عشان خاطر يخلص له مصالحه القذره. طيب ومين غنيم ده؟ غنيم ده حكايه طويله. المختصر بتاعها ان واحد خسيس كان شغال معايا وخني، وانا دفعته تمن خيانته دي ومسير الاقيه وانتقم منه. يعني طارق طلع عنده حق في كل كلمة قالها؟ لا يا كارما، ما تخليش حد يضحك عليكي. طارق لا عايز يساعدنا ولا يقف جنبنا ولا احنا نفرق معاه اصلا. طارق عايز يكبر ويخلص مهمته ويوقعني في الآخر بس. يعني عايز يكبر ويحط نجمة على كتافه. يعني من الآخر يا كارما، طارق واخدك سلمة عشان يوصل للي هو عايزه. لا، بيا أو من غيري كان هيجي اليوم اللي هتقع فيها فتحي، وهتضيع أكتر ما أنت ضايع مليون مرة. اهدي يا كارما، أنا جاي النهاردة عشان خاطر أتكلم. تتكلم إيه وتقول إيه؟ تيجي تتكلم وتقول إن الراجل اللي أنا بحبه وبقى كل حياتي طلع مجرم، وان البوليس بيدور عليه، وبين اي لحظه والتانيه هلاقيه مرمي في السجن او مقتول. لا يا كارما، انا لسه عندي وعد ليكي. اول ما الاقي فرصه ابعد فيها عن الخطر ابعد، واعيش بقيه عمري جنبك في امان. ايه ناوي تتوب؟ فجأة كده ضميرك صحي وحسيت بغلطك وندمت؟ لا، مش بالظبط كده. أنا في إيدي عملية، عملية كبيرة تقدري تعتبريها خبطة العمر، مع ناس كبار وفلوسها كتير أوي يا كارما. ممكن تأمن لنا مستقبلنا وأخد من وراها الأمان من الناس اللي أنا شغال معاهم. يعني هينسوني وانساهم ببساطة كده. مشاكلنا كلها هتتحل في ثانية، وديك الأسود ده كله هيتمسح في لحظة يا فتحي. كارما، انت دلوقتي تعرفي عني كل حاجة وتقدري تاخدي قرارك. قدامك عرضين، عرض من طارق اللي عايز يوديني الحبل المشنقه، واعتبر الكلام اللي انا قلته لك عرض تاني. يا اما توهمي نفسك انك هتساعديني وتحطي ايدك في ايد طارق، يا اما تصبري عليا لغايه ما اخلص العمليه الاخيره واخلص من شر الناس اللي انا شغال معاهم. هبدأ حياتي معاكي من أول وجديد، من غير خطر ولا قلق.